السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم زميلكم عمر محروس من الفرقة الرابعة. هكون معاكم النهاردة علشان نراجع مع بعض أول محاضرة من مادة الثيرابيوتيك 2 وهي محاضرة الموبيلايزيشن. في المحاضرة النهاردة أنا هعمل بس أوفر فيو على أهم النقط اللي موجودة في المحاضرة، أهم النقط اللي الدكتورة ممكن تسأل فيها، وطبعا كل الفيديوهات اللي هتنزل في البلاي ليست ديت هتكون فيديوهات مراجعة. طيب بالشرح الاساسي هو موجود برضه في بلاي ليست تانية، موجود فيه كل الشرح بالتفصيل يعني لكل المحاضرات، انما احنا هنا احنا بنبس بنراجع على كل المحاضرات بحيث ان لو واحد ليله الامتحان مثلا الفاينل يقدر معايا يلم المحاضرات بسرعه كمراجعه، وبرضه في ليله العمل والشفوي ان شاء الله تكون الفيديوهات دي بفايده ليكم. عايز اعرفكم بس ان في نهايه المحاضره هيكون في كام سؤال من تيم يو كان موفرهم لنا، يعني ربنا يجازيهم خير. الأسئلة دي مهمة يا شباب، محدش يقفل الفيديو غير لما يحلهم، وإن شاء الله بقيتهم هيكونوا موجودين في ملف في الديسكريبشن تحت. تمام يا شباب، يلا بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله، ندعي لإخواتنا المستضعفين في كل مكان، وندعي إن ربنا يشفي كل مريض ويرحم كل ميت. في المحاضرة النهاردة هنشوف إيه يعني إيه موبيلايزيشن، وإيه هي أنواع الموبيلايزيشن، وإيه فرقه عن المانيبيوليشن. يبقى إيه فرق الموبيلايزيشن عن المانيبيوليشن، وهنعرف يعني ايه فيزيولوجيكال موفمنت، ويعني ايه اكسسوري موفمنت، ويعني ايه وايه هي البرنسبلز بتاعت الاورتوكاينماتكس موفمنت، ايه هي القوانين اللي بتحدد لي الاورتوكاينماتكس موفمنت بتاعتي. بالمناسبه الاورتوكاينماتكس موفمنت هي الاكسسوري موفمنت. تمام، طيب ونعرف برضو سيستمز اوف جريدنج دوزج اوف فور موبيلايزيشن. انا دلوقتي لما باجي اعمل موبيلايزيشن انا بعمل تراكشن فورس، يعني الموبيليشن قايم على شقين اساسيين، التراكشن فورس ان انا افصل التو بونز المكونين للجويت عن بعضهم، وبعدين ابدا اعمل جلايد. طبعا التراكشن فورس دي مهمه جدا علشان لما ابعد التو بوينت الجلايد يقدر يبقى في مساحه ان انا اعمل جلايد ما بينهم وافك الاستيفنس اللي موجود في الجوينت. فالجلايد ده ليه سيستم بيقيس الجريدز بتاعته اللي انا بطبقها بالجلايد، وكمان التراكشن ده ليه برضه سيستم بيقيس الجريدز بتاعته. فاحنا هنعرف ايه هم التو سيستمز دول. بعد كده اخر حاجه نعرف الافكت والانديكيشن والكونترا انديكيشن اند ابليكيشن اوف موبيلايزيشن، ودي طبعا مهمه جدا في العمل الشفوي وكمان في الفاينل. طيب سريعا كده، يعني ايه اصل موبيلايزيشن؟ الموبيلايزيشن هو مانوال ثيرابي تكنيك. يعني ايه مانوال ثيرابي تكنيك؟ يعني الكلينيشن هو اللي بيقوم بيه بايده. تمام، طب بستخدمه ليه الموبيلايزيشن ده؟ بستخدمه في ايه؟ قال لك علشان ممكن اميديوليت بيه البين، بقلل بيه البين، او ازود بيه الرينج اوف موشن، او اعالج بيه الجوينت ديسفانكشن. ويعني ايه جوينت ديسفانكشن؟ انا قلت قبل كده ان الجوينت ديسفانكشن ده هو عباره ان الجوينت ما بقاش قادر يقوم بالوظيفه بتاعته. يعني مثلا الشولدر جوينت هو بيعمل ابدكشن، بيعمل فليكشن، بيعمل فليك اكستنشن، بقى في ستيفنس موجود في الجوينت، خسر كل الوظائف وكل الحركات اللي هو بيعملها ديت. فلما اجي اطبق عليه موبيلايزيشن انا برجع له الوظيفه بتاعته ديت، فبعالج الجوينت ديسفانكشن، والجوينت ديسفانكشن ده هو اللي بيليمت الرينج اوف موشن. تمام، ادي صوره بتوضح برضو الموبيلايزيشن. هو بيعمل تراكشن بايده اليمين وبايده الشمال، بيعمل اوسكيلاتوري موفمنت مثلا على الشولدر علشان يزود الابدكشن ده الابدكشن بقى، وهنعرف دلوقتي ليه. طيب الصوره الثانيه ادي برضو بتطبق على الهيب جوينت، بالكوا هي ثبتت ليه فردت دراعها؟ فردت دراعها علشان الفرص اللي هتقع مش جايه بقى من الالبو، الالبو ضعيف مهما كان، لكن بالويت اوف بودي بتاعك بيبقى اقوى، الحركه اقوى، خصوصا على جوينت زي الهيب كبير محتاج فرصه عاليه عشان يعمل موبيلايزيشن، فبتثبت ايديها وبتفردها فتتولد فرصه تعمل موبيلايزيشن بيها اكبر. تمام يا شباب، طيب عايزين نعرف ايه هم انواع الموبيلايزيشن. هم انواع الموبيلايزيشن اللي موجودين هو السيلف موبيلايزيشن او روتو موبيلايزيشن والموبيلايزيشن ويز موفمنت. بس انا زودت الموبيلايزيشن الاولانيه دي ليه؟ انا عايز اقول لك ان الموبيلايزيشن ده هو عباره عن باسيف سكيلد مانوال تكنيك. تمام، يعني انا بقوم بيه، البيشنت ما بيعملش فيه اي اكتف موفمنت. تمام، علشان بعد كده لما اجي اتكلم عن موبيلايزيشن ويز موفمنت انا هقول لك ان هي سستيند اكسسوري موبيلايزيشن. انا بثبت، مش ببقى رايح جاي ذبذبات بالاسكيلاتري موفمنت. يعني انا رايح بالاسكيلاتري موفمنت، يعني ايه اسكيلاتري موفمنت؟ يعني انا رايح جاي بايدي، رايح جاي رايح جاي بسرعه ذبذبات كده، لكن الموبيلايزيشن ويز موفمنت هي بتتميز انها سستيند جلايد، سستيند. تمام، فعشان كده حطيت الموبيلايزيشن هنا. فالموبيلايزيشن هو باسيف سكيلد مانوال تكنيك بستخدم فيه الاسكيلاتري موفمنت باي يوزنج ايه؟ الشقين الاساسيين للموبيلايزيشن اللي هو الجلايد والتراكشن فورس. تمام يا شباب، يبقى الموبيلايزيشن هو باسيف وبستخدم معاه اسكيلاتري موفمنت. طيب السيلف موبيلايزيشن او الاوتو موبيلايزيشن، واحفظوا الاسمين، السيلف موبيلايزيشن اوتو موبيلايزيشن هو سيلف ستريتشنج.
الكي وورد بتاعت السيلف موبيلايزيشن، سيلف ستريتشنج. العيان دلوقتي عنده مثلا ليميتيشن في الروتيشن بتاع الهيد، لان في مثلا حصل ادهيجن في السوفت تيشو اللي موجوده حوالين في الجوينت، تمام؟ فخلاص انا بخليه يعمل ستريتش بس بنفسه، البيشنت هو اللي بيقوم بيه، تمام؟ علشان يكسر الاديشنز ويفك الاديشنز اللي موجوده، فيزود الرينج اوف موشن بتاعه. يبقى السيلف موبيلايزيشن هو سيلف ستريتشنج تكنيك بيستخدم يوز الجوينت تراكشن اور جلايدز دايركت الاسترتش فورس الايه للجوينت كبسول. يبقى هو سيلف ستريتشنج، البيشنت هو اللي بيعمل ستريتشنج لنفسه، بيستخدم الاسترتش فورس وقعها على جوينت كبسول فيكسر الاديشنز ويزود الرينج اوف موشن. طيب بالنسبه للموبيلايزيشن ويز موفمنت، قلنا ان الموبيلايزيشن ويز موفمنت هو موبيلايزيشن عادي انا بعمل فيه جلايد، ولكن مع الجلايد بتاعتي اللي هي تكون سستيند، مش اسكيلاتوري، ماشي؟ سستيند جلايد، البيشنت بيعمل لي معايا حركه وبتكون اكتف فيسيولوجيكال موفمنت. يبقى بالجلايد بتاعي البيشنت بيعمل اكتف موفمنت معاها، تمام؟ يبقى الموبيلايزيشن ويز موفمنت هو كونكرنت ابلكيشن لسستيند اكسسوار موبيلايزيشن ابلايد باي مين الكلينيشن بتاعي اللي انا بعملها بايدي. طيب البيشنت بيعمل ايه؟ بيعمل اكتف فيسيولوجيكال موفمنت بتاعتي، زي مثلا في الحركه ديت انا بزود دلوقتي ان انا بعمل جلايد في السيرفايكال مثلا جوينت، في السيرفايكال في فيرتيبري ديت. فانا دلوقتي خدت عملت جلايد لقدام اهوت، ومعايا البيشنت بتروح منزله دماغها لتحت. يبقى انا بعمل جلايد بايدي والبيشنت عملت اكتف فيسيولوجيكال موفمنت، تمام يا شباب؟ بعد كده عايزين نعرف بقى ايه الفرق بين الموبيلايزيشن والمانيبيوليشن. طيب الموبيلايزيشن والمانيبيوليشن هما بيشتركوا في حاجه واحده الاول، ان هما الاثنين باسيف سكيلد مانوال ثيرابي تكنيك. هما الاثنين باسيف، البيشنت ما بيعملش حاجه انا اللي بقوم بيها، وسكيل طبعا محتاجه مهاره مني جامده، تمام؟ وبابلاي تو الجوينت او ريليتد سوفت تيشو، الجوينت مثلا لو في ستيفنس او ريليتد سوفت تيشو اللي حوالين الجوينت كمان فيها ستيفنس او اديجنس، انا بكسرها بالموبيلايزيشن والمانيبيوليشن، تمام؟ الفارينج سبيد اند امبليتيود، والجمله ديت بترمين لحته مين؟ السيستم اللي انا بطبق اللي انا بحدد بيها الجريدز بتاعه الموبيلايزيشن. اذا كان الجلايد، فالجلايد مثلا في جريد 1 و2 و3 و4 و5، كل جريد بتبقى ليها امبليتيود معينه، تمام؟ فادفارينج سبيد اند امبليتيود يوزنج الفيسيولوجيكال او الاكسسوري موشن للثيرابيوتيك بيربس، الاغراض العلاجيه، تمام؟ يبقى الموبيلايزيشن والانابيليشن الاثنين باسيف والاثنين محتاجين مهاره، وبطبقهم ادفارينج سبيد امبليتيود وبستخدم فيهم الفيسيولوجيكال والاكسسوري موشن. طيب فرقهم ايه بقى الموبيلايزيشن عن المانيبيوليشن؟ قال لك الموبيلايزيشن هو ده الجلايد اللي انا بعمله او الفورس اللي انا بوقعها وانا بعملها، وانا بعمل الموبيلايزيشن بتكون فورس سلايد خفيفه مش قويه، البيشنت كمان يقدر يوقفني. يعني وانا بعمل موبيلايزيشن مثلا للشولدر وبطبق اسكيلاتوري موفمنت، عادي البيشنت ممكن يروح متنشن دراعه خلاص مش عايز يكمل خلاص فينزل، هو هيقدر يوقفني. طيب بالنسبه للمانيبيوليشن، لا المانيبيوليشن بيكون صادن، تمام؟ وفورس ثراست، يعني حركه مفاجاه قويه وبخطفها كمان. زي ايه هو المانيبيوليشن اصلا؟ المانيبيوليشن ده الترقعه، لما واحد يجي يطرقع ظهر واحد هو بيتكه بسرعه، فالتكه ديت هو خلاص هو البيشنت مستحيل يقدر يوقف، خلاص انا خطفته اصلا، تمام؟ فالفورس اللي انا بوقعها هنا بتكون بيوند ذا بيشنتس كنترول، خلاص هي اصلا البيشنت ما يقدرش يتحكم فيها ولا يقدر يوقفها. يبقى الفرق بين الموبيلايزيشن والمانيبيوليشن في الفورس اللي انا موقعها على البيشنت، الفورس في الموبيلايزيشن بتكون لايت، البيشنت يقدر يوقفها، اما في المانيبيوليشن بتكون صادن وفورس فول ثراست، البيشنت ما يقدرش يوقفها. ادي الموبيلايزيشن زي ما انا وريتكم في الاول، وده برضه في القلبو. طبعا البيشنت هنا ممكن يقدر يوقف عادي، يعني ممكن يوقف دراعه ويكمل ويوقف الدكتور يعني عادي. طيب بالنسبه للمانيبيوليشن، لا ده بص هيخطف راسه ازاي، بس هو عمره ما يقدر يوقفه، خلاص هو خطفه اصلا. ولا هنا الترقعه بتاعت الرقبه، طبعا المانيبيوليشن هنا يا جماعه خطر وما ينفعش اي حد يطبقه غير واحد بروفيشنال جدا يعني، وان ان النفع بتاعه هو اكبر، يعني النفع بتاعه مش كبير قوي زي ما الضرر لو حصل، يعني لو ضرر حصل هيبقى مصيبه، ممكن يجيب باراليزز اصلا، تمام كده؟ طيب بعد كده هنعرف يعني ايه فيسيولوجيكال موفمنت ويعني ايه اكسسوري موفمنت وايه هما الفرق وايه الفرق ما بينهم. طيب مبدئيا الفيسيولوجيكال موفمنت اول حاجه هنتكلم عليها هي اسمها الثاني اوستروكاينيماتكس، تمام يا شباب؟ الفيسيولوجيكال موفمنت هي الحركه الظاهريه اللي انا بشوفها من بره، يعني لما واحد يقف قدامي يعمل فليكشن في الشولدر ويرفع ايده لفوق، او يعمل اكستنشن للشولدر ويرجع ايده لورا، اللي انا شايفه ده ظاهريا قدام عيني ده بنسميه فيسيولوجيكال موفمنت او الاوستوكاينيماتكس. الاوستوكاينيماتكس يعني حركه البون، اوستو يعني عظم، كاينيماتكس يعني حركه، فهي حركه البون، تمام؟ اللي انا بشوفها من بره ظاهريا. طيب الموفمنت هنا بتكون فولانتري ولا انفولانتري؟ فولانتري طبعا، كل واحد هو اللي بيتحكم يرفع ايده ولا يرجع ايده، فهو ده فولانتري، تمام؟ طب والحركه دي جايه ناتجه عن ايه؟ ناتجه عن ان الماسل عملت كونتراكشن،
يبقى هي ريزلت اوف كونسنتريك او اكسنتريك ايا كان النوع ايه بتاع الكونتراكشن، بس هو ناتج عن كونتراكشن اوف اكتيف ماسل كونتراكشن. تمام يا شباب؟ طب بالنسبه للاكسسوري موفمنت، لا الاكسسوري موفمنت هي الموشن اوف ارتكولار سيرفيس وزن ذا جوينت، يعني حركه يعني العظمتين دلوقتي اللي مكونين للجوينت مع بعض، حركتهم مع بعض في الجوينت من جوه دي بنسميها اكسسوري موفمنت اللي انا مش شايفها ديت. تمام؟ يبقى الاكسسوري موفمنت هي الموشن اوف ارتكولار سيرفيسز وزن ذا جوينت. تمام؟ الموفمنت هنا بتفتكره ده انفولنتري ولا فولنتري؟ طبعا انفولنتري. هو انت لما تيجي تعمل ابدكشن مثلا، هل انت في دماغك كده بتعمل رول الهيد اوف هيومرس لفوق والسلايد يبقى لتحت؟ انت ما فيش طبعا، انا برفع ايدي وخلاص، اللي بيحصل جوه ده انا مش دريان بيه اصلا، فالحركه هنا بتكون انفولنتري. جمله مهمه جدا وجمله امتحان، ان الاكسسوري موفمنت هي ضروريه جدا ان الفور رينج اوف موشن للفسيولوجيكال موشن يحصل. يعني ايه الجمله ديت؟ يعني انا دلوقتي لما باجي ارفع ايدي بعمل شولدر ابدكشن مثلا ورفعت ايدي كده، هو انا طول ما انا طالع ما هيبقى في ليميت، هخبط في الاكروميوم من فوق. طيب ايه اللي يخلي ما اخبطش في الاكروميوم؟ ان انا الهيد بتاعت الهيومرس تتزحلق وتنزل لتحت، يحصل رولينج وجلايد. فلما يحصل رولينج وجلايد، لا يديني مساحه ان انا اكتر اطلع اكبر، اطلع لرينج اكتر واعلى كمان. يبقى الاكسسوري موشن هي نسيسري فور فور رينج اوف موشن في الفسيولوجيكال موشن، واللي بيشترك فيها هنا الليجامنت والجوينت كبسول، على عكس الفسيولوجيكال موفمنت اللي كان بيشترك فيها هي ريزلت من الاكتيف ماسل كونتراكشن. هنا الليجامنت والجوينت كبسول، ركزوا. تمام؟ يبقى الفسيولوجيكال موفمنت هي حركه العظام نون فولنتري ريزلت من الماسل اكتيف ماسل كونتراكشن. طيب الاكسسوري موفمنت هي حركه الارتيكولار سيرفيس في الجوينت نون انفولنتري نسيسري ضروريه جدا للفور رينج اوف فسيولوجيكال موشن، وكمان الانفولف اللي بينفولف في الموشن ديت هي الليجمنت والجوينت كبسول. ادي الفسيولوجيكال موفمنت، الاكستنشن والفليكشن، الاكستنشن والفليكشن في النيك، اي مثلا ابدكشن ادكشن او سيركمدكشن في الارم، روتيشن في الهيد، كل الكلام ده انا شايفه قدام عيني، يبقى دي فيسيولوجيكال موفمنت. طب بالنسبه للاكسسوري، لا الاكسسوري ديت هي حركه العظم مع بعضه جوه الجوينت، يعمل رول، يعمل سلايد، يعمل كلايد، هنتكلم في الكلام ده بعدين، بس الكلام ده انا ما بشوفوش، هو موجود، هو بيحصل جوه العظم جوه الجوينت، وانا مش بحس بيه ولا بعمله اراديا. يعني عايزين نعرف بعد كده يعني ايه هو الجوينت بلاي، ويعني ايه اورثوكاينماتكس، ويعني ايه كومبوننت موشن. اول حاجه هتكلم على الجوينت بلاي. الجوينت بلاي ده يا شباب هو الحركه اللي بتحصل جوه الجوينت. تمام؟ الحركه اللي بتحصل جوه الجوينت، وبتتحدد بايه؟ بتتحدد بمرونه الكبسول اللي حوالين الجوينت. الكبسول ده اللي هو محاوط الجوينت، عامل له ستابيليتي. تمام؟ فلو الكبسول ده تايت جامد الحركه هتبقى ليميتنج، ولو في لاكستي وهو مرن عادي والدنيا تمام خلاص مش هيبقى فيه ليميتيشن في الرينج اوف موشن بتاعي. يبقى تمام، يبقى ركزوا في الجمله ديت. الجوينت بلاي هي الموشن اللي بتحصل جوه الجوينت وبتتحدد بالكبسول لاكستي. تمام؟ طب فكركم كده، هل هيكون باسيف ولا اكتيف؟ لا، احنا قلنا قبل كده ان اللي بيحصل جوه الجوينت انا مش دريان بيه، انا ما اعرفش عنه حاجه، يبقى هو باسيفلي مش اكتيف. تمام؟ طب الكومبوننت موشن، الكومبوننت موشن هي حركة مصاحبة للحركة الأساسية اللي أنا بعملها، ولكن لا تقع تحت نطاق إرادتي. يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي بعمل شولدر أبدكشن، أنا عايز أعمل شولدر أبدكشن، هو فولنتري موفمنت، أنا عاملها وقصدها، ولكن لما باجي أعمل شولدر أبدكشن بيحصل أبورد روتيشن في الاسكابولا زي ما أنتم شايفين كده. هل الأبورد روتيشن في الاسكابولا ده أنا قصدي أعمله؟ لا طبعا، هي بتتعمل لوحدها. فالكومبوننت موشن هي حركة مصاحبة للحركة الأساسية اللي أنا بعملها، ولكن بتكون انفولنتري. وخد بالك، هي مهمة جدا جدا علشان الرينج أوف موشن بتاعي يتجاب كامل. لو من غير الأبورد روتيشن بتاع الاسكابولا ده كان الهيومرس ديت كانت وقفت لحد هنا وما كملتش، ولكن الاسكابولا خلتها ترفع تاني وتكمل الرينج بتاع الأبدكشن كله. تمام يا شباب؟ يبقى الكومبوننت موشن هي بتكون موشن مصاحبه للاكتيف موشن اللي انا بعملها، ولكن نوت اندر فولنتري كنترول. زيها زي ايه؟ زي الاب روتيشن في الاسكابولا، والروتيشن اللي بيحصل في الكلافيكل كمان وانا بعمل شولدر فليكشن او شولدر ابدكشن. تمام يا شباب؟ طيب اخر حاجه الاورثو كاينماتكس. الاورثو كاينماتكس زي ما قلنا قبل كده هي حركه البون مع بعض داخل الجوينت. تمام؟ بتتقسم لي الاورثو كاينماتكس الى خمسه موشن. اول حاجه عندي الرول، والرول لما باجي تعريفه عشان بس الكلام النظري في الاسئله، هي سيريوس اوف بوينتس اوف وان ارتكولييتنج سيرفيس كوم انتو كونتاكت ويز ا سيريوس اوف بوينت اون انذر سيرفيس. يعني ايه؟
مجموعة من النقاط على سطح واقع، سطح من اللي هو سطح بون مثلا في الجوينت، بيقابل مجموعة من النقط على سطح تاني متمفصل في الجوينت، تمام؟ يبقى هي سيريس اوف بوينت اوف ارتكوليتنج وان سيرفيس بتقابل او جيت كونتاكت مع سيريس اوف بوينت برضو على سطح تاني ارتكوليتنج سيرفيس، تمام يا شباب؟ يبقى الرول لما بتدور كده، نقطة بتقابل نقطة، نقطة بتقابل نقطة، نقطة بتقابل نقطة، تمام؟ يبقى سيريس اوف بوينت بتقابل سيريس اوف بوينت، ده على الارتكولار سيرفيس واحد، وده على الارتكولار سيرفيس تاني خالص، تمام يا شباب؟ طيب تاني حاجة عندي السبين، والسبين عندي هو بيكون 1 بوينت واحدة بس بتدور حوالين نفسها على لونجيتودينال اكسس، على اكسس عمودي، وديت بتحصل فين في عندنا في جسمنا؟ بتحصل اثناء الانترنال روتيشن والاكسترنال روتيشن، هو الدكتوره مأكد عليها، تمام؟ يبقى بتقول لك مثلا في الاكسترنال روتيشن والانترنال روتيشن ايه هي الاورثوكاينماتكس موشن اللي بتحصل؟ تقول لها السبين، لان انا بعمل روتيشن بتلف حوالين لونجيتودينال اكسس اهو، تمام؟ طيب السلايد والجلايد، السلايد والجلايد هي نقطة واحدة، نقطة واحدة هي مثلا في الوان سيرفيس ارتكولار سيرفيس ده عمالة تجيت كونتاكت مع سيريس اوف بوينتس على وان ارتكولار سيرفيس تاني، يبقى هي بوينت واحدة عمالة تتلامس مع نقط كتير على السطح تاني، تمام؟ ركزوا في الكلام الانجليزي اللي انا بقوله عشان دي بتبقى الاسئلة، يجي مثلا تعريف ويقول لك ده سلايد ولا ده سلايد ولا رول ولا سبين، يبقى السلايد قلنا سبيسيفيك بوينت اون وان سيرفيس كم انتو كونتاكت وذا سيريس اوف بوينت اون انذر سيرفيس. طيب بالنسبه للكومبريشن، رابع موشن معايا، الكومبريشن عندي هو ان المسافه بين ان الجوينت، المسافه في الجوينت ما بين التو بون بتقل زي ما انتم شايفين كده، اتضغطت وقلت. طب دي بتحصل امتى؟ قال لك ده نورمال رياكشن لما يحصل ماسل كونتراكشن، لما يحصل ماسل كونتراكشن تقلل لي المسافه في الجوينت ويتقرب التو ارتكولار سيرفيس من بعضهم، تمام؟ طيب بالنسبه لخامس فرصه، خامس موشن عندي وهي التراكشن، قال لك ان التراكشن ده لما يحصل عندي انفصال او المسافه في الجوينت تبقى تزيد، يحصل ان انا التو ارتكولار سيرفيس يبعدوا عن بعضهم، ودي بستخدمها امتى؟ دي بتحصل امتى؟ انا اللي بعملها لما اجي اعمل تراكشن فورس عندي، عايز اعمل موبيلايزيشن مثلا، فبروح ساحب ال1 ارتكولار سيرفيس ابعده عن التاني علشان اجي اعمل موبيلايزيشن، اعمل جلايد براحتي. هنتكلم على بعد كده على الاورثوكاينماتيك برنسبلز اوف موفمنت، هي قوانين اورثوكاينماتكس موفمنت. اول نقطة عندي او اول قرار عندي بيقول لك ان كل مكان السطحين بتوع المكونين الجوينت، السطحين الارتيكولار سيرفيس بتاع الجوينت كل مكانه مور كونجيرونت، يعني كل مكانه متطابقين، كل ما كانت هيحصل سلايدنج موشن ما بينهم اكتر، كل مكان الاثنين متطابقين كل مكان في سلايدنج اكتر ما بينهم. طب كل مكانه مور انكونجيرونت يعني كل مكانه غير متطابقين مع بعض هيحصل ايه؟ مور رولينج. مش عايزك تبصمك حاجه، انا عايزك تفهم، سطحين متطابقين هيتزحلقوا على بعض، سطحين غير متطابقين هيحصل رولينج ما بينهم اكتر، تمام؟ يبقى مور كونجيرونت مور سلايدنج، مور انكونجيرونت مور رولينج. طيب البرنسبل اللي جاي بعد كده هو كونكيف كونفكس رول والكونفكس كونكيف رول. طيب انا في الكونكيف كونفكس رول ده، المقطع ده لما اقول لك كونكيف الاول، يبقى انت بتفهم كده ان الكونكيف ده هو الموفابل ارتكولار سيرفيس، وان الكونفكس الكلمه الثانيه هي الاستيشنري ارتكولار سيرفيس، تمام؟ يبقى كونكيف كونفكس رول ايه اللي بيقل مين اللي بيتحرك على مين؟ الكونكيف هي اللي بتتحرك على الكونفكس. طب في الكونفكس كونكيف رول الكونفكس هي اللي بتتحرك على الكونكيف، تمام يا شباب؟ طيب في الكونكيف كونفكس رول قال لك لو الكونكيف في الجوينت از موفينج على استيشنري كونفكس سيرفيس، وقلنا لازم تكون استيشنري، ما ينفعش يكون الاثنين التو ارتكولار سيرفيس في الجوينت الاثنين بيتحركوا في نفس الوقت، لا لازم حاجه تتثبت وواحده تتحرك على الثانيه، لازم ما ينفعش الاثنين يكونوا موفابل، ماشي يا شباب؟ يبقى لو الكونكيف جوينت بيكون موفينج على ستيشنري كونفكس سيرفيس ايه اللي هيحصل بقى؟ قال لك الجلايد هيكون في نفس اتجاه الرول، تمام؟ يبقى لو الكونكيف بيتحرك على كونفكس الجلايد هيكون في نفس اتجاه الرول. طيب في الكونفكس كونكيف رول الكونفكس دلوقتي هي اللي بتتحرك على الكونكيف، ايه اللي هيحصل؟ قال لك ان الجلايدنج هيكون في عكس اتجاه الرول، تمام؟ تعال نشوفها كده دلوقتي، ادي كونكيف على كونفكس، كونكيف ديت القلنة بتتحرك على الهيومرس اللي هي كونفكس، يبقى الكونكيف بيتحرك على كونفكس. طيب لما اجي اعمل فليكشن لفوق الرول كده كده بيمشي مع الحركه، يبقى لفوق. طيب انا بتكلم دلوقتي على كونكيف على كونفكس، الجلايدنج معايا هيحصل ايه؟ هيمشي معايا في نفس اتجاه الرولينج، تمام؟ يبقى السلايد مع الرول في نفس الاتجاه علشان دي كونكيف على كونفكس. طب بالنسبه للشولدر جوينت، لا الشولدر جوينت الهيومرس من فوق هي الكونفكس بتتمفصل مع الجيلينويد كافيتي اللي هي كونكيف،
فلما اجي اعمل شولدر ابدكشن هيحصل رول في نفس اتجاه الحركه، ولكن السلايد او الجلايد هيحصل عكسهم. ودي اللي انا كنت بتكلم فيها، ان سبحان الله لازم يحصل الرولينج ده، الهيد دي تدور وتتزحلق لتحت علشان اقدر اكمل الموشن كامله. تمام، يبقى ده كان بيرجعني ان الاكسسوري موفمنت هي مهمه جدا وضروريه جدا لان يحصل فول رينج اوف موشن للفيسيولوجيكال موفمنت. تمام يا شباب. طيب بعد كده هتكلم على السيستمز اللي بحدد بيها الموبيلايزيشن بتاعتي. وزي ما قلت الموبيلايزيشن بينقسم لشقين اساسيين، هما التراكشن فورس والجلايد فورس. التراكشن فورس ده انا بستخدم معايا سيستم علشان احدد الجريدز بتاعته، بسميها كالتن بيرن. طيب تمام. طب الجلايد عشان احدد الجريدز بتاعته اللي بستخدمها هيستخدم ميتلاند سيستم، او ميتلاند اللي هو ايه، ميتلاند شنت موبيلايزيشن جريدنج سكيل. تمام، الميتلاند سكيل. تمام، قبل ما اتكلم على السكيل والميتلاند ده، انا هبقى عايز اقول لك هي هنا اصلا الجريدنج حصل على اساس ايه. يعني انا لما اقول ده جريد 1 وجريد 2 وجريد 3 وجريد 4 وجريد 5، انا بتكلم على اساس ايه؟ على اساس الامبليتيود، كميه الامبليتيود اللي انا بحطها. انا بعمل جلايدنج فورس قد ايه، كبير قوي يعني ضاغط جامد، ولا عادي بالراحه رايح جاي بالراحه كده بسرعه. هل بدوس جامد على الجوينت، ولا بدوس بروح بس يعني في الجوينت كده بدوس حبه بسيطه وارجع، ولا بدوس جامد بوصل للليميتيشن اوف بوينت اوف ليميتيشن بتاعته. فدي الامبليتود بتاعتي، انا بضغط بقد ايه وبخش جوه قد ايه في الجوينت وانا بعمل جلايدنج. تمام، النقطه الثانيه اللي بقيس على اساسها هي وير اصلا ان رينج اوف موشن ذا فورس از ابلايد. الفورس اللي انا بطبقها ديت مكانها فين من الرينج اوف موشن. والرينج اوف موشن حاجه مهمه جدا، الرينج اوف موشن اللي انا بتكلم عليه ده مش الايديا رينج اوف موشن. تمام، نقطه مهمه جدا في عمل الشفوي يضحكوا بيها عليكم. الرينج اوف موشن اللي انا بتكلم عليه مش الايديا رينج اوف موشن، ولكن هو الرينج اوف موشن المتاح اللي البيشنت قادر يجيبه. البيشنت دلوقتي مثلا بيعمل شولدر ابدكشن مثلا وليكن 90 مثلا، مش قادر يجيب الرينج كله، فخلاص الرينج اوف موشن بتاعي ده يبقى انا بعتبره 90. فلما باجي اطبق واقول مثلا ده جريد 1 هو في اول الرينج اوف موشن، ده جريد 2 ده في نص في خلال الرينج اوف موشن في النص كده، ده جريد 3 من النص لحد الاخر. طيب ما هو مش من لحد الاخر اللي هو لحد الرينج اوف موشن اللي احنا عارفينه، لا ده لحد الاخر اللي البيشنت قادر يجيبه. تمام، يبقى السكيل هنا بحدد الجريدنج، هنا الجريدز بتحدد على اساس ايه؟ الامبليتيود بتاعتي، كميه الفورس اللي بعمل بيها جلايدنج، وانا بطبق الفورس ديت في اي مكان من الرينج اوف موشن بتاعي. تمام، وزي ما احنا شايفين بقى كده هنتكلم على الجريدز. احنا عندنا 5 جريدز في الميتلاند، جريد 1 وجريد 2 وجريد 3 وجريد 4 وجريد 5. طيب جريد 1 انتوا واخدين بالكم ان السهم ده صغير وده كبير وده كبير وده صغير، صغر وكبر السهم ده بيدل على ان الامبليتيود بتاع ده صغير والامبليتيود بتاع ده كبير. تمام، فلما باجي اتكلم على جريد 1 هقول لك ان هو سمول امبليتيود ريزميك اوسكيليشن. يعني ايه ريزميك اوسكيليشن؟ يعني انا بعمل ذبذبات كده رايح جاي على طول على طول، رايح جاي رايح جاي رايح جاي، مش بعمل ساستيند جلايدنج. تمام، وخد بالك هو 1 و2 و3 و4 هم كلهم ريزميك اوسكيليشن. تمام، فجريد 1 هو سمول امبليتيود ريزميك اوسكيليشن ات ذا بيجيننج اوف رينج اوف موشن، وقلنا رينج اوف موشن هو المتاح بالنسبه لي. تمام، طيب جريد 2 قال لك هو لارج امبليتيود ريزميك اوسكيليشن ولكن ويذن ذا رينج اوف موشن، في نص رينج اوف موشن كده، لا من البدايه ولا بيوصل للنهايه بتاعت النوت بوينت اوف ليميتيشن. يبقى جريد 2 هو لارج امبليتيود ريزميك اوسكيليشن ويذن ذا رينج اوف موشن ولكن ما بيوصلش للبوينت اوف ليميتيشن. وخد بالك حاجه مهمه جدا، جريد 1 و2 انا بستخدمهم علشان اموديوليت بيهم البين، بقلل البين بتاعي. تمام، لان هو ما بيوصلش للبوينت اوف ليميتيشن، يبقى جريد 1 و2 انا بسيبهم علشان اموديوليت بيهم البين. طيب جريد 3 زي ما انت شايف السهم كبير، يبقى هو لارج امبليتيود ريزميك اوسكيليشن برضو ولكن اب تو البوينت اوف ليميتيشن. تمام، انا بدوس وبوصل للبوينت اوف ليميتيشن وبحاول ان انا اجيب مع البيشن رينج اوف موشن زياده. تمام، طب بالنسبه لجريد 4 لا، ده دي السمول امبليتيود ولكن وبكون ريسبكت اسكيليشن برضه، ولكن هي بتيجي في اخر الرينج اوف موشن وبرضه بدوس على البوينت اوف ليميتيشن عشان اقدر اجيب رينج اوف موشن زياده. يبقى انا كده عندي 3 و4 بستخدمهم ليه؟ علشان اجيب رينج اوف موشن زياده او على الاقل احافظ على الرينج اوف موشن اللي انا وصلت له. يبقى 1 و2 كانوا بخفف بيهم البين، 3 و4 كنت بزود بيهم الرينج اوف موشن او على الاقل بحافظ على الرينج اوف موشن اللي انا كسبته. طيب بالنسبه ل 5 هي سمول امبليتيود ولكن ها هاي فيلوسيتي ثراست تكنيك، دي المانيبيوليشن بقى، دي الطرقعه اللي انا باجي انزل وعند بوينت اوف ليميتيشن، عند بوينت اوف ليميتيشن اروح ضاغط ضغطه قويه وسريعه بهاي فيلوسيتي وتكون ثراست خاطفه كده. تمام،
اروح عامل بيها اكسر الادهيجنس اللي موجوده في السوفت تيشو، فاوصل برينج اوف موشن اعلى. يبقى جريد 5 هي المانيبيوليشن بتاعتي سمول امبليتيود هاي فيلوسيتي ثراست تكنيك، بستخدمها عشان اكسر الادهيجنس وازود الرينج اوف موشن بتاعي. تمام. طيب ده فيديو برضه صوره بتوضح برضه الجريدز عندي. ده جريد 1 اهو، ده في بدايه، ده لو امبليتيود في ات بيجيننج اوف ذا رينج اوف موشن، وبستخدمه عشان اقلل بالبين. تمام. طيب جريد 2 بص، هينزل ولكن شغله بقى هيكون فين؟ في نص الرينج اوف موشن. ما بدا هو نزل، هو كده كده لازم تضغط عشان تنزل توصل لنص الرينج، ونص الرينج ده اللي انت هتشتغل فيه بقى، تفضل تعمل الفايبريشن بتاعتك او الريزمك اسكليشن بتاعتك في النص. يبقى انا مش ببدا من الاول، لا انا باجي في النص الرينج اوف موشن كده وبدوس، ولكن ما بقدرش في البوينت اوف ليميتيشن، وده برده بيبقى لارج امبليتيود ريزمك اسكليشن وبستخدمه في بقلل بالبين. طب جريد 3 قال لك ده لا، ده هاي امبليتيود ريزمك اسكليشن، وده بوصل بيه للبوينت اوف ليميتيشن، بحاول اهو بيوصل بيه للبوينت اوف ليميتيشن. تمام. وطبعا ما بيبداش من بدايه الرينج، من نص الرينج. طيب اربعه في نهايه الرينج، بيدوس لحد ما يوصل لنهايه الرينج، وده اللي بيبدا يشتغل فيه في نهايه الرينج بتاعه، وبيكون له امبليتيود، وبستخدمه عشان زي ثلاثه برضو عشان ازود بيه الرينج اوف موشن، على الاقل احافظ على الرينج اوف موشن اللي انا جبته. طيب بالنسبه لخمسه بص، هينزل ويوصل عند البوينت اوف ليميتيشن، ويروح خاطف خطفه كده، هي المفروض ديت بس مش باينه قوي، بس هو بينزل عند البوينت اوف ليميتيشن ويروح ضاغط ضغطه سريعه، يروح خاطفها كده، فايه يكسر الاديشنز ويزود لي الرينج اوف موشن بتاعي. ادي جدول برضه بيوضح اللي انا كنت بقوله. تمام. هنتكلم بعد كده على السيستم الثاني، وهو السستيند ترانزيتوري جوينت بلاي تكنيك، او المعروف بكالتن بيرن كلاسيفيكيشن. تمام. هما ثلاثه جريد. اول جريد عندي وهي لوزن من اسمها كده، ان انا برخي الدنيا، برخي بس. تمام. الجوينت، اي جوينت بيبقى فيه نيجاتيف بريشر كده، سحبه او عامله ساكنج للهيد بتاعه الجوينت، بتاعه الارتيكولار سيرفيس الثانيه جواها. يعني مثلا لو بتكلم على الشولدر جوينت او الهيب جوينت، فمثلا السوكت بيبقى ساحب الهيد اوف ذا فيبر مثلا، واخد شفطها جواها، شفطها كده. تمام. يبقى النيجاتيف بريشر ده بيشفط الهيد، بيخليهم لاتين في بعض قوي. فانا باجي بالجريد 1 بتاعه الجريد 1 بتاعه التراكشن ديت، بحاول بس اعادل البريشر ده علشان، ومن غير ما اعمل سيبريشن. تمام. يبقى اهم حاجه عندي ان انا بعادل بس البريشر اللي موجود ده من غير ما اعمل سيبريشن. ده جريد 1 اللي اسمه لوزن، برخي الدنيا بس. طب باجي على جريد 2. جريد 2 بيقول لك انا ببدا بقى افصل الارتكولاتنج سيرفيس عن بعضهم. يبقى بالتراكشن وانا بسحب، انا بدات ان انا افصل فعلا الارتكولاتنج سيرفيس عن بعضهم. تيكنج اب سلاك، تيكنج اب سلاك ديت هي كلمه مميزه جدا لجريد 2. تيكنج اب سلاك ان انا لما بدات اعمل اشد بره واعمل تراكشن فورس على الجوينت، انا بدات اعمل تنشن، اولي التنشن على السوفت تيشو اللي موجوده حوالين الجوينت، اذا كان الكبسول ولا الليجامنتس اللي موجودين بقى فيهم تنشن، فتيكنج اب سلاك. تمام. بداوا يتشدوا ويحصل فيهم تنشن. طب جريد 3 لا، ستريتش بقى خلاص، انا بدات اعمل ستريتشنج على السوفت تيشو اللي موجوده. تمام. يبقى مش ما بقاش بقى مجرد تنشن وخلاص، لا ده انا بقيت اعمل ستريتش عليهم. يبقى جريد 1 عندي لوزن، انا برخي الدنيا، بحاول بس اعالج اعدل البريشر اللي موجود من غير ما اعمل سيبريشن، من غير ما اعمل سيبريشن. جريد 2 تيك اب سلاك، انا بدات اعمل سيبريشن في الارتيكولار سيرفيسز، وبقيت اعمل تيكنج اب سلاك، ان هو بدا في تنشن بقى يتولد على الجوينت كبسول او الليجامنت او السوتيشن اللي موجوده حوالين الجوينت. جريد 3 ده انا خلاص بقيت اعمل ستريتش بقى خلاص، انا بدا بشد جامد خلاص، انا وصلت ان انا بقيت اعمل ستريتش على السوتيشن اللي المحوطه الجوينت. هتكلم بعد كده على الافكتس بتاعت الجوينت موبيلايزيشن. انا لما بعمل موبيلايزيشن في الجوينت مثلا، ايه اللي بيحصل بقى عندي؟ ايه هي الافكتس اللي بتحصل عندي؟ اول حاجه نيورو فيسيولوجيكال افكت، نيورو. طب تاني حاجه نيوتريشنال افكت، تالت حاجه وهي الميكانيكال افكت. هديكوا انت بسيط كده عن كل واحده فيهم برضو، والجمل اللي تيجي في الامتحان. النيورو فيسيولوجيكال، انا بستيموليت الميكانو ريسبتور علشان اقلل البين. يبقى الجوينت موبيلايزيشن زي ما احنا قلنا في اول سلايد، ان هو بيميوليت البين عن طريق ان هو بيعمل ستيموليشن للميكانو ريسبتور. طيب النيوتريشنال افكت، النيوتريشنال افكت انا عندي لما باجي اعمل تراكشن فورس او جلايدنج بالموبيلايزيشن، انا بحسن الساينوفيال فلويد موفمنت. الساينوفيال فلويد بدل مكان الجوينت هو ما بيتحركش، والساينوفيال فلويد راكد في مكانه ما بيتحركش وخلاص حصل ستيفنس، لا انا بدات احسن الفلويد موفمنت بتاعته، فكمان بحسن النيوترنت اكستشينج، الغذاء اللي خارج واللي داخل من الجوينت بدات احركه اخر واحسنه، فبيبقى بيحصل ك ك ك ك ان جنرال كده للجوينت بيتحسن. طب الميكانيكال افكت،
اللي كده كان فكره ان انا بحسن الموبيليتي بتاعتي. جوينت هاي موبايل دلوقتي، فانا بحسن له الموبيليتي بتاعتي بالميكانيكال فورس اللي انا بعملها بالجلايدنج والتراكشن. طيب يبقى انا دلوقتي لما واحد عمل عمليه دلوقتي والجوينت بتاعه مثلا هو خلاص متجبس وما بيتحركش، كميه ويست برودكتس عماله تطلع في الجوينت وتتراكم، قفلت لي الجوينت، وكميه الاديجنز اللي بتتراكم اللي بتتعمل برضه في السوفت تيشو اللي حوالين الجوينت برضه بتخليني يحصل ليميتيشن في الرينج اوف موشن، وخلت الجوينت عندي فيه هايبو موبايل هاي موبيليتي جامده. تمام، فلما باجي اعمل بقى تراكشن كده وافصل كده الدنيا عن بعضها، فابدا ارخي الدنيا والاديجنز اللي حوالين السوفت تيشو ديت تتكسر واعمل ستريتش عليها وتتكسر، واجي اعمل مثلا بالجلايدنج مثلا الاسكيلاتوري موفمنت اللي انا قلت الفايبريشن عليها، الفايبريشن ده بيحسن لي السينوفيا فلويد، بيحسنها لي، بيخلي خلاص النيوترنت داخله خارجه ويحسن لي الدنيا كده ويخلي الجوينت يبقى فريش كده. فانا لما باجي اعمل تراكشن ما قلت لك بخسر اديجنت، ولما باجي اعمل فايبريشن بالكرايد بحسن السينوفيا فلويد وحسن النيوترنت اكسشينج، فبحسن ككل الجوينت عندي وبقلل البين. تمام يا شباب. طيب اخر حاجه بقى في المحاضره، وهي الانديكيشن والكونترا انديكيشن والبريكوشن بتاع الموبلايزيشن. لو هنتكلم على الانديكيشن الاول، احنا قلنا ان هو بيقلل البين، بيعالج برضه الماسل جاردنج والاسباسمز. الماسل جاردنج دي يا شباب لما واحد يجي يقع مثلا الماسل عشان ما يحصلش حاجه في الجوينت ويتحرك من مكانه ويحصل له فيه انجري، الماسل كلها بتروح عامله كونتراكشن جامد بكلبشه كده علشان تحمي الجوينت من انه يتحرك من مكانه. تمام، دي الماسل جاردنج. والسبازم اللي هي التقلصات عادي اللي بتبقى موجوده في العضلات. طيب الجوينت هاي موبيليتي، طبعا بعالج الهاي موبيليتي اللي في الجوينت، ولو في بوزيشنال فولت او اي سبلكسيشن انا برجع برضو بالموبيليزيشن، انا ممكن ارجعه لمكانه علشان السبلكسيشن ده هو بارشال ديسلوكيشن، يعني الجوينت يعني الجوينت ما بيخرجش من يعني الارتيكولار سيرفيس اللي مكونه للجوينت ما بتخرجش جامد، ما بتخرجش كامله من الجوينت، هي بس بيحصل بارشال ديسلوكيشن ليها، فممكن انا بالمبلايزيشن الحقه بدل ما يخش في الديسلوكيشن يعني. تمام. طيب الكونتر انديكيشن دلوقتي، انا عندي اي انفلاميشن، انا عندي دلوقتي اكيوت انجري انا مش هشتغل في انفلاميشن، في اصلا البيشنت مش قادر اصلا ان انا احط ايدي عليه، فخلاص مش هشتغل دلوقتي. تمام، يبقى في انفلاميشن، في جوينت هايبر موبيليتي. خد بالك الجوينت هايبر موبيليتي، انا بتكلم على الجوينت اللي انا هشتغل عليه، عشان بعد كده لما اجي اتكلم في البريكوشن اقول لك ان في الجوينتس اللي حوالين الجوينت الاساسي اللي انا شغال عليه فيهم هايبر موبيليتي. لا، انا هنا هشتغل عادي ولكن بحذر، ولكن انا بتكلم دلوقتي في الكونترا انديكيشن، الجوينت الاساسي اللي انا شغال عليه فيه هايبر موبيليتي، فانا مش هستخدمه، انا بستخدم الموبيلايزيشن في الهايبر موبايل جوينتس. الجوينت مش قادر يجيب المدى الحركي كامل فبخليه يجيب المدى الحركي، لكن هو دلوقتي هايبر موبيليتي، هعمل ايه؟ طيب انا هعمل ايه بالموبيلايزيشن دلوقتي؟ في مالجنانسي، في اللي هو الكانسرز يعني وكده، في سيفير اوستيوبروزيس اللي هو هشاشه العظام. طب دلوقتي انا هشاشه العظام انا ممكن اعمل حركه اكسر له فيها العظم يعني، فلا طبعا. ليجامنت سرابشر اللي هو خلاص الليجامنت اللي حوالينها فرقعت، طب هعمل ايه؟ طيب ما هو مش طبيعي يعني، انا لازم يخش سيرجر الاول وياخد فتره هيلينج وبعد كده نعمل موبيلايزيشن. البون فراكشر، في كونجنتال بون ديفيرمتي اللي هو يعني بون البايظ بس هو كونجنتال اللي هو مولود كده، وجوينت افيوجن الجوينت مأمور. طب البريكوشن اول حاجه بتكلم فيها هي الهايبر موبيليتي ان اسوشيتد جوينت، الجوينت اللي حوالين الجوينت اللي انا شغال عليه فيهم هايبر موبيليتي، هنا هعمل موبيليزيشن، مش هعمل يعني هعمل موبيليزيشن ولكن بحذر. في توتال جوينت ريبليسمنت، في نيولي فورمد اور ديزيز دي كونكتيف تيشو، عامل سكين جرافت ولا حاجه، البيشنتس ان ابيليتي تو ريلاكس، الفاسكولار ديس اوردر، اي مشاكل في الفاسكولار عندي، بون ديزيز بقى، يبقى دي كلها البريكوشن. تمام يا شباب، بكده نكون خلصنا المحاضره. الحمد لله يعني مراجعه، هنحل مع بعض دلوقتي شويه اسئله مهمه يا شباب، ومش كلها، وباقي الاسئله هتكون موجوده في ملف تحت في الديسكربشن، ما تنسوش تبصوا عليه، اسئله مهمه فعلا يا شباب. اول سؤال عندي بيقول لك شو ذا كوركت انسر، اكوردنج تو اكسسوري موفمنت، كله صح ما عدا موفمنت ويذ ذا جوينت سراوندنج التيشو، دي طبعا اكسسوري موفمنت، الموشن اوف بارتيكولار سيرفيس ريليتيف تو وان انذر طبعا اكسسوري موفمنت دي صح، generally associated with physiological movement طبعا قلنا دي صح. طب it is the motion of bones، لا طبعا دي غلط، دي ال osteokinematics او ال physiological movement. تمام، يبقى دي this statement بقى، ال bones moving about an axis or through flexion extension abduction adduction or rotation، كل الحركات دي حركات ظاهرية من بره، يبقى ديت ايه؟ ال osteokinematics. ايه the approximation of two surfaces means كومبريشن طبعا باين واضح. تمام، وقلنا ان الكومبريشن ده نتيجه ايه؟ الماسل كونتراكشن. طيب السؤال الرابع، اذا انت كونترا انديكيشن فور جوينت موبيلايزيشن، ايه اللي من دول مش كونترا انديكيشن؟
من غير ما نبص على اي حاجه، هي الليفت رينج اوف موشن، لان ديت اصلا اهم حاجه للانديكيشن بتاعت الموبيلايزيشن. الانفلاميشن والمالجنانس والجوينت افيوجن كل دول كونترا انديكيشن للجوينت موبيلايزيشن. يبقى بي الدورنج الدورس فليكشن كالكينيس سلايد، سؤال ادفانس شويه بس لازم تعرفوه عشان هو اصلا موجود في حركات العمليه تحت في البراكتيكال. في الدورس فليكشن يا شباب انا عندي الكالكينيس بيبقى ليها نتوء من فوق على السطح بتاعها من فوق، بيكون فاسيت، النتوء ده اسمه فاسيت يعني، بيكون كونفكس تمام، تتمصل مع مين فوقها؟ مع التيلس، والتيلس دي بيبقى ليها نتوء من تحت اللي هو الفاسيت بيكون كونكيف. فلما اجي احرك اعمل دورس فليكشن لفوق كده اللي هو انتيريور، انا دلوقتي بحرك ايه؟ كالكينيس على تيلس، كونفكس على كونكيف، يبقى انا هتبع كونفكس كونكيف رول. لما اجي اعمل دورس فليكشن لفوق انتيريور كده يبقى هلاقي الفاسيت او الفاسيت بتاع الكالكينيس بيسلايد لايه؟ لتحت اللي هو بوستيريور. يبقى اثناء الدورز فليكشن، لان انا دلوقتي تاني عشان لو تهنا، كالكينيوس ليها فاسد من فوق بيكون كونفكس، التيلوس اللي بتتمصل معاه من فوق بيبقى ليها فاسد من تحت بيبقى كونكيف تمام. لما باجي اعمل دورز فليكشن انتيريور، الكالكينيوس دلوقتي بيبقى كونفكس على كونكيف فهتسلايد بوستيريور، يبقى الاجابه هنا صح بوستيريور يا شباب. ماشي، بقيت الاسئله صح وغلط. بيقول لك ان الاورثوكاينيماتكس هي مش مهمه للرينج اوف موشن بتاع الفيسيولوجيكال موفمنت، الفور رينج بتاع الفيسيولوجيكال موشن. طبعا غلط، احنا قلنا ان دي نيسيسري للفور رينج اوف الفيسيولوجيكال موشن. طيب ذا مور كونجروينت ذا سيرفيس ار ذا مور سلايدنج ذير از، بي ذا مور انكونجروينت ذا جوينت سيرفيس ار ذا مور رولينج ذير از. زي ما قلنا كل ما كان السطحين متطابقين هيحصل بينهم هيتزحلقوا على بعض، طب كل ما كان السطحين غير متطابقين هيحصل بينهم رولينج، فكده بوث اي اند بي ار ترو. relationship of articulating surface associated with sliding gliding two surfaces are moving. انا قلت ايه؟ لازم أن تكون واحده stationary وواحده movable، لازم أن تكون واحده متثبته وواحده بتتحرك عليها. one articular surface is movable one articular surface is stationary، يبقى الاثنين moving. طبعا غلط يا شباب. سؤال رقم 4 during knee flexion، الني قبل ما اكمل السؤال، الني عندي انا التو كوندايلز بتاع الفيمر هم الكونفكس والتيبيا من تحت هي اللي بتبقى كونكيف تمام. يبقى انا دلوقتي لما هاجي احرك اعمل ني فليكشن انا هحرك ايه دلوقتي؟ هحرك الكونكيف على الكونفكس تمام يا شباب. يبقى هتبع الكونكيف كونفكس رول. فلما بيجي اقول الني فليكشن التيبيا سلايد بوستيريور طبعا صح، والرول بوستيريور طبعا صح، الاثنين في نفس الاتجاه عشان بحرك كونكيف على كونفكس، يبقى الاجابه ترو. طيب في الاوسكيليشنز جريد 1 از مينلي فور ماسل سبازم والجريد 2 از مينلي فور بين، طبعا غلط، احنا قلنا ان جريد 1 و 2 بيكونوا للبين وجريد 3 و 4 بيكونوا للمينتين رينج اوف موشن او زياده للرينج اوف موشن. وكده خلصنا مراجعه اول محاضره من ثيرابيوتيك 2، وان شاء الله هينزل برضو مراجعات لباقي المحاضرات ان شاء الله. وليس الإنسان إلا ما سعى وما سعى يوصل فيرى. دايما نفتكر إن كل حاجة بتعملها هي مش عبث، وإن كله محفوظ ومتخزن عند ربنا. ربنا يكبر بخاطرك ويجازيك عنه خير أكيد يعني إن شاء الله. يا شباب لو أي حد محتاج أي حاجة بجد يبعت على مثلا يكتب في الكومنتس احنا ممكن هنرد عليه ان شاء الله، او ممكن يبعت على امين نجاح على الفيسبوك وبرده هم يوصلوكوا بينا، او اعرف اسم المحاضر اسم اللي شرح المحاضره، ولو تعرف اي حد من نجاح كلمه وهو هيوصلك بيه، ولو عايز تساله في اي حاجه او يشرح لك تاني اي حاجه ما تتاخرش، وهو ان شاء الله مش هيتاخر عليك تمام. يا رب كلكم تخشوا الجنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.